Senangnya lihat anak-anak Palestina semangat banget minumnya. Air yang mereka minum ini berasal dari bekas sumurnya orang Indonesia loh. Dan sumur ini sangat bermanfaat bagi saudara kita di Gaza. Kita dengarkan yuk pendapat mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hada asyahr al-karim, syahrul khair. نتقدم بجزيل الشكر إلى شعبنا وفي الإسلام الأندونيسي الكبير ونخص بالذكر جمعية كاسي فلسطين على هذا المشروع الكبير وهو سقي الماء وهو من أفضل المشاريع التي تقدم للبشرية لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فإننا في منطقة معن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية كسيف فلسطين نتقدم إليها بالشكر الجزيل المبارك على هذه الخدمة الجليلة وهي سقي الماء لأهل المنطقة إذ أن هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى هذا المشروع خاصة أنها يعني تتميز بتعداد السكاني طبعا في هذا الوقت المبارك في هذا الشهر المبارك نشكر دولة أندونيسيا مؤسسة كسيف فلسطين على هذا الجهد المبارك والطيب والرائع في هذا الشهر المبارك واسأل الله العلي العظيم أنه يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال والطاعات وفي هذه باسم الحي المبارك ومن أمام مسجد أندونيسيا نشكر عموم دولة أندونيسيا شعبا ودولة وقيادة باسم إخواننا في حي معن قاطبة نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة كسي فلسطين على تمويلهم لهذا المشروع الحيوي والقوي حيث أنه سقي ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل فكل الشكر وكل الاحترام لهذه المؤسسة المتبرعة والتي دائما تخدم شعبنا الفلسطيني بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير منطقة معن